السلام عليكم، تحياتي لكم كاملين، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نقول لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا لكم بالصحة والسلامة، ونتمنى كل واحد يكون عنده حولي مزيان باش يتبرع، وراكم ديما عزاز وديما في القلب. السلام عليكم، معكم محمد رضا على شوف تي في. عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة، وكل ما تمنى وكل المغرب إن شاء الله بالخير واليوم والبركة عن يعني بلادنا ملكنا وشعبنا الطيب. السلام عليكم، معكم الرئيسة فاطمة تحيت صغيرة على شوف تي في، كتقول جميع المغاربة في داخل المغرب وخارج المغرب عواشركم مبروكة، تعيدوا تعودوا إن شاء الله بالصحة والسلامة، وتنبارك العواشر لسيدنا، وكنطلب سيد ربي تبارك وتعالى يطول لنا عمره ويخليه لنا، وتنبارك العواشر لجميع اللي خدام في شوف تي في، تنقول لهم عواشركم مبروكة من الصغير حتى الكبير. السلام عليكم، معكم غني، وكنتمنى لكاع المستمعين والناس اللي كيتابعوني على عبر شوف تي في عيد مبارك سعيد ان شاء الله، عيد اضحى مبارك سعيد، باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحة والسلامة، ما تكتروش بزاف من الحولية راه فيه الكوليسترون، وصدقوا منه صدقوا منه فهمتي الناس الصحاح. واش غادي نقول لكم، عيد مبارك سعيد، وكنتمنى لكم ان شاء الله الدوام في الرزق ان شاء الله وفي الصحه، وتبارك الله عليكم وتبارك الله على شوف تي في. عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه لكل مشاهدين شوف تي في، كل الامه الاسلاميه. شكرا، معكم حاتم عمور. السلام عليكم، معكم اختكم عائشة تاشينويت، فنانة مغربية أمازيغية، تنهنيكم بالعيد الأضحى، تنقول لكم مبروك عواشركم، يدخل عليكم بالصحة والسلامة، وما تمنيتوا طرة العمر وعقبال ميات سنة إن شاء الله بإذن الله، تنسلم على الجمهور الكريم من طنجة الكويرة والجالية المغربية والمغاربة فيما كانوا، تنقول لكم مبروك عواشركم مبروك عواشركم مبروك عواشركم، وراكم عزاز في الله.